المغرب أخذ علما بقرار سيادي أكد من جديد عدم الاعتراف الدبلوماسي بالكيان الوهمي. بيرو منذ 1996 علقت هذا الاعتراف، والبيان الذي صدر هذا الأسبوع من طرف وزارة العلاقات الخارجية البيروفية كان صريحا وواضحا بعدم الاعتراف لموفدي هذا الكيان الوهمي بصفة التمثيلية الرسمية أو إمكانية القيام بأعمال ذات طبيعة دبلوماسية على مستوى البيرو. اليوم ما حصل هو أننا إزاء سابقة تعكس تطور إيجابي، باعتبار أنه بعد هذا القرار الذي كان صدر في غشت صدر قرار قضائي يمثل تطور إيجابي كبير، لأنه الأمر لم يعد مرتبطا فقط بسلطة تنفيذية. ولهذا ما حصل، الدعاية الانفصالية تلقت ضربة كبيرة، فضحت أوهام خطابها الدعائي المتهافت. لهذا نقدر عاليا هذا الموقف وما سينتج عنه، لأن الخطاب والفاعلين في مشروع الانفصالي لم يستوعبوا بعد معطيات وحقائق الوضع الجديد لقضيتنا الوطنية، لم يستوعبوا بعد المسار الجديد الذي اتخذته القضية في إطار سياسة حزم وصرامة يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتجلت في عدد من الخطوات. لم نعد إزاء الكرسي الفارغ، علاقات المغربية الكوبية أخذت مسار جديد، علاقات المغربية مع الاتحاد الإفريقي أخذت مسار جديد، وهكذا في عدد من المحطات لا خارجيا ولا داخليا. ولهذا أخذنا علما بهذا القرار السيادي والذي يعكس هذا التطور الإيجابي، دلالته كبيرة، ولهذا نقدره ونقدر هذه الأبعاد المرتبطة به.